في مأكولات عم تختفي، والهيئة في عصابة عم تغزي الأكاديمية. مشكلة كبيرة في الأكاديمي طبعاً، وهي إن الأكل بيختفي من الأكاديمي. يا جماعة في كاين واحد المشكل كبير وكيشكل خطر علينا. التلاجة كل يوم بتفضى، الدواليب كلها ما فيهاش أكل. مشكلة جوع، مشكلة عطش، مشكلة سكر، شاي مفيش، لبن مفيش. أنا عايزة أعرف الأكل بيروح فين؟ 10 كيلو موز طبعاً مين أكلهم مش عارفين، 5 كيلو عنب مفيش، العنب ده مش موجود. العصير ما بنشوفوش خالص، حرام حرام. الشوكولا ممكن نلاقي 4-5 علب موجودين في اوض مش موجودين في المطبخ، يعني احنا ممكن نلاقي علبه تحت السرير، ممكن نلاقي علبه في الحمام، علبه في البراد من تحت. بدنا حل، بدنا عقوبه وقصاص للاشخاص. ومن الشيء انا شاكك انه جوج الاشخاص اللي كيديروا هاد المقالب وكياكلوا بزاف وكياخدوا من حقنا. اعتقد ان احنا وصلنا لشخصين ممكن يكونوا هما اللي بيكبروا واحنا اللي بنصغر في الاكاديمي، وهو نسيم. سوكا يا سوكا، سوكينا بتاكل اي حاجه قدامها. اعتقد بتحب الاكل قد ما هي بتاكل كل 3-4 ثواني. يعني سندوتش ماشي، تفاحه ماشي، شوكولاتاية أوكي، ممكن فاكهة، بعديها مكرونة، بعديها تشيكن، بعديها جبنة. شاي مية بالنسبة لها. بتلعب رياضة غير طبيعية، وفي نفس الوقت بتقولك أنا مش تعبانة. بنتفاجئ إن نسيم بيفتح سندوتش الجبنة بيحط فيه الهوت دوج، ويروح عامل سندوتش مربى مثلاً، شوكولاتة مثلاً، يجيب أي حاجة من التلاجة ياكلها، فاكهة تفاحية مثلاً ماسكاها في إيدي يروح رايح جايب تفاحية ياكلها. وممكن شوية مكرونة، ممكن شوية طماطم، ممكن شوية خيار، يعني يبدأ السندوتش يتحول لطبق كامل. يعني انا اعتقد ان نسيم بينزل يجيب اكل او بيجيب ميه او بيجيب عصير وبيطلع وهو نايم وبياكل على سريره ويخلص ينام يصحى اكنه ما اكلش خالص. اما المتهمين فمع ديل بيل واللي براس او بالاحرى ببطن اهم من كل شيء نقال. سكينة انت بتودي الاكل ده فين؟ نفسي افهم ده منين؟ وراحت علي النهارده العشاء بتاعك وصلت راحت العشاء بتاعك ونحن رايحين ناكل فين؟ ايه؟ اوه ماي جاد فايلو. هادشي ممكن يكون في مصلحتنا، يعني نعملوا ريجيم وهذا الريجيم يكون صالحنا وهما ما يكونش صالحهم. بالهنا والشفاء عليهم طبعا، هم ياكلوا براحتهم بس برضه لازم يراعوا شويه ان احنا موجودين معاهم. يعني ممكن نقول لهم صحه وراحه، صحتين وعافيه على قلبكم، ودايما في اكل واكل واكل. وانا قلت لها مش هيسيبونا، تقول لي لا عادي نقعد نحن بناكل عرواه، مش عارف في نسيم هي كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر